WSS Channel Maroc. Ceci est une démo. هذا الصاروخ الحوثي الذي وجه إلى مكة هو أول شرارة لإطلاق جيش الكعبة. جيش الكعبة لا يعني ليس هناك الآن ما يدعو إلى الحرج. الله أكبر. كل سيبدأ بالحماية من موقعه. كل سيبدأ بحماية هذا الشرف العظيم والانطلاق الشرف العظيم من موقعه ومكانه ليعلم أن من يستهدف الله أكبر. الله أكبر.
كالعربية السعودية قادرة على حماية الحرمين. ولكن حينما أقول جيش الكعبة فإنني أتحدث عن احتياطي لا يقل عن 3 ملايين شاب سعودي من خريجي الجامعات والتعليم العام من أجل الاستعداد. هذا قاض وهو مدرب لجيش الكعبة، وهذا محام مدرب، وهذا طبيب، وهذا إعلامي، وهذا أستاذ، وهذا شرطي، وهذا إذن إذا كان لدينا 3 ملايين احتياطي مدرب مجهز لجيش الكعبة كله في عمل